هنا كربلاء في يوم عاشوراء، السماء حزينة، الإمام الحسين يودع زينب والنساء وسكينة. هنا وداع وأيتام وبكاء، والإمام على جواده ماض نحو القتال، يدعو القوم إلى ساح النزال. فلما رأوه وحيدا قويا وقد رفع السيف في يده عليا، اشتد خوفهم وصاروا يرمونه بالسهام والرماح، حتى امتلأ جسد الحسين بالجراح. رماة وطغاة وجنود وعساكر، والحسين بينهم كالليث الغائر، يقاتلهم قتالا شديدا قد فرق جمعهم وحيدا. هدوء هدوء، قليل انتظار ينبعث الغبار، وزينب من على التل تشهد القتال والنار. آه يا أخي يا ابن فاطمة، وعاد الجواد إلى المخيم وحيدا، والحسين هناك مسجا شهيدا. فيا مهر الحسين أين الحبيب؟ أين الإمام المظلوم الغريب؟